لنقاش الملف السوري. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي ياسر النجار. أهلا بك سيدي. مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ ياسر. بعد استئناف المفاوضات بين المعارضة والروس، هل تتوقع أن تصل هذه المفاوضات إلى نتائج ملموسة أو مصالحة كما تدعي بعض وسائل إعلام النظام؟ يعني بداية المستغرب أن الجانب الروسي هو الذي يدير عملية تفاوضية، يعني لا نجد ولا نلاحظ أي تواجد للنظام بشكل مباشر، وبالتالي يعني عن أي سيادة يتكلم بها النظام. يعني ما نلاحظه أن روسيا هي التي تدير الملف السياسي بشكل كامل، والنظام هو عبارة عن متلقي لنتائج ومخرجات أي عملية تفاوضية. أما بالنسبة لما يحصل في درعا الآن، فالملاحظ أن روسيا يعني تريد أن تحقق بالعملية التفاوضية ما لم تستطع أن تحققه بالمسار العسكري. شهدنا هذا الأمر على مستوى الغوطة والقلمون، وأيضا على مستوى الريف الشمالي بحمص. ولكن ما يحصل الآن في درعا أمر مختلف. نحن نتكلم عن مساحة جغرافية أكبر بكثير، يعني عندما نتكلم عن حوالي 3800 كيلومتر مربع، هذا الأمر لا نستطيع أن نقارنه ب 100 كيلومتر متواجدة في منطقة الغوطة ومحاصرة، ولا تستطيع أن تقوم يعني بمناورات عسكرية. الآن ما يحصل في درعا هناك مساران، مسار سياسي ومسار عسكري بالإضافة إلى المسار الإنساني. أنا أتصور أن المسار السياسي تديره روسيا باقتدار وبحرفنة، تلعب بسياسة البروباغندا الإعلامية، تريد أن تحاصر الحاضنة المجتمعية عبر بث الذعر والمخاوف بشكل كبير، وتريد أيضا أن تخرج كل ما لديها من اتصالات سابقة مبيتة ما بين الجانب الروسي، مطارح ميميم، الأسيتانة، وما بين بعض الفصائل العسكرية. لذلك ما نرى على الأرض هو انفصال تماما عن أرض الواقع، يعني لم نشاهد أي مقاومة ظهرت بمسميات الفصائل، وإنما ظهرت المقاومة كما تلاحظون بمسميات جغرافية ومسميات للمناطق. وبالتالي تماماً. أنا بتصوري هناك مشكلة حقيقية على مستوى قادة الفصائل بإدارة المعركة. بالعودة إلى هذه المفاوضات، كانت المعارضة السورية انسحبت بالأمس من هذه المفاوضات بعد الشروط الروسية التي رأتها مجحفة. ما أسباب قبولهم بالعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات؟ يعني بتصوري عندما ذهبوا البارحة كان الوفد هو وفد موسع، يوجد فيه حاضنة مدنية، ويوجد فيه أيضا وثقة للعشائر، ويوجد فيه قادة للفصائل. ما حصل حقيقة أن سياسة الاستعلاء والاستكبار التي مارستها او مارسها الوفد الروسي ادى الى يعني عدم تفهم ولا تاقلم ولا استجابه بالنسبه للفصائل المدنيين وايضا للعشائر. هذا الامر يمكن كان متعود عليه بالنسبه للفصائل العسكريه، بالنسبه لهم عندما جلسوا مع الوفد المفاوض سواء النظام في جنيف والأسيتانة او من خلال المناورات التي كانت تحصل بالاضافه للتواجد الروسي. اذا انا بتصوري ان الروس كانوا حريصين على ابعاد الجانب المدني وابعاد الجانب الفصائل، الجانب العشائر، والاستفراد فقط لقاده الفصائل. ولذلك اعود واقول ان الروس يبيتون عبر بروباغندا اعلاميه وعبر صلات مباشره مع قاده فصائل للوصول الى سيناريو حل معين، في حين ان الحاضنه المجتمعيه والعناصر القواعد العسكريه في الفصائل هي بعيده كل البعد عما تفاصيل ما يجي على هذا السيناريو الذي تتحدث عنه استاذ ياسر. يقودنا ربما لما تحدثت عنه صحيفه ايكونومست في تقريرها بان سوريا الجديده التي سيحكمها الاسد ستكون اصغر من قبل. هل هذا يعني انه تم ترسيم خريطه سوريا الجديده؟ يعني أنا بتصوري سوريا الجديدة بعيد جدا كل البعد عن عودتها إلى ما كان يحلم به الأسد أو ما كان يمارسه سواء الأسد الأب أو الأبن. أنا بتصوري أصبحت الآن سوريا سوريات. نحن نتكلم عن نفوذ وثقة روسي في بعض المناطق لا يستطيع الأسد أن يهمش الدولة الروسي. نحن نتكلم عن نفوذ وثقة عسكري وأيضا سياسي على مستوى الشمال الشرق بالنسبة للأكراد، من ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية. لا يستطيع النظام الأسد إلا أن يعني ينسجم مع هذا الواقع الجديد. ولكن في حوران هناك خصوصية إسرائيل. أنا بتصوري وجود الكيان الإسرائيلي أصبح بشكل مباشر وجلي على أنه يدير ملف ما على مستوى حوران. أنا بتصوري الأسد قدم كل ما لديه من أجل إرضاء روسيا، إرضاء إسرائيل لكي تبقى يعني توافق على بقائه. وأنا بتصوري أن إسرائيل تعي حقيقة أن الأسد هو الوحيد القادر
القادر على التفريط بسيادة الجولان وتقديمها إلى إسرائيل، على عكس يعني قادة الفصائل أو المعارضة لا تستطيع أن تقدم إلى إسرائيل كل ما تسمح به. هناك حديث أيضا عن لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين سيشهد صفقة تقاسم النفوذ في سوريا من خلال تنازل موسكو عن حملتها على درعا بمقابل تنازل واشنطن عن المناطق الشمالية الشرقية في سوريا. كيف تصف هذه الصفقة وما هي المكاسب الممكن تحقيقها من هذه التنازلات والمصالح المتبادلة بين موسكو وواشنطن؟ يعني هذا ما يقودني حقيقة إلى ملف أعمق وأكبر من ملف ما يحصل في سوريا وفي حوران على وجه التحديد. أنا أتصور أن صفقة القرن بدأت معالمها تظهر وبدايتها ستكون من حوران. أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أقنعت روسيا أن تكون شريكا لها في صفقة القرن. إسرائيل المستفيد الأول من صفقة القرن. بتصوري ما يخطط له في حوران وبتدخل إسرائيل بشكل مباشر هو منطلق لمسيرة ما يسمى صفقة القرن. الأردن كان مبتعد قليلا ولديه مخاوف من هذا الأمر، ولذلك كان هناك تفاعلات وتداعيات على مستوى الحراك المدني في الأردن، الأمر الذي أدى، كان هناك أيضا تصريحات عالية في المستوى من إسرائيل ومن بعض الجهات المحسوبة على إسرائيل على أن الأردن يجب أن تنصاع إلى ما يسمى صفقة القرن. أنا بتصوري المسار الذي يخطط الآن في حوران على أن تكون هي جزء من صفقة القرن بالإضافة إلى ما يخطط له أيضا في سيناء وغزة. نعم، في حال ترجيح سيناريو التقسيم هذا، ما هي ملامح الخارطة الجديدة لسوريا؟ وهل العامل الزمني برأيك يساعد في تنفيذها، خاصة مع دخول معارضة في مسار التسوية السياسية؟ يعني بتصوري بعيدا عن المعارضة، شأن أن المعارضة ستتلقى يعني مخرجات أي حل سياسي ولن يكون لها دور في صناعة أي حل سياسي. أما على مستوى الخارطة أنا بتصوري ستكون حوران جزء من سوريا، لن تنفصل حوران عن سوريا، ولكن الأسد يمكن أن يقدم، وهذا ما يضغط باتجاهه، أن يقدم التنازل عن ما يعرف به هضبة الجولان، وبالتالي ستضم إسرائيل هضبة الجولان على مستوى قانوني. ننتقل إلى ملف حوران. حوران ستكون هي المنطقة المشتركة بإدارة رمزية سورية، ولكن ستحتوي مخرجات مخيم اليرموك. أين الآن مخيم اليرموك الذي أباده الأسد عن بكرة أبيه؟ ولم نسمع أي اعتراضات ولا انتقادات، لا على مستوى الأمم المتحدة ولا حتى على مستوى الحاضنة الفلسطينية. إذن ما يخطط له أن تكون حوران هي مخيم اليرموك الجديد، وبالتالي سيتم التمهيد إلى ما ذكرت صفقة القرن بالتوازي ما بين مسار حوران ومسار سيناء. المحلل السياسي السوري ياسر النجار، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.